مرحبا، كل يوم عم نرافقكم لمدة 50 دقيقة لنحكي فيها عن مواضيع طبية متنوعة. اليوم حلقتنا حتكون عن الأمراض العظمية، تفاصيل رح تبدأ بعد لحظات. آلام الظهر مشكلة شائعة جداً تفرض على كثير من الناس التعايش معها، وممارسة الرياضة هي أفضل طريقة لتخفيفها. تمرين الأول، تمديد وتر الركبة، ضروري لتأثير الركبة المشدودة على أسفل الظهر. بيبدأ بالاستلقاء على الظهر، طوي إحدى الساقين، الإمساك بركبة الساق الأخرى وسحبها لأعلى مع مدها قدر الإمكان. مدة التمرين 20 ثانية. التمرين الثاني، تمديد الساق والركبة المزدوج إلى الصدر. العناية بالعضلات أمر مهم لحمايتها من التهاب مفاصل الحبل الشوكي، وهذا التمرين يضمن صحة تمديدات الدم في الجسم. بيبدأ بالاستلقاء على الظهر، تني كلا الساقين، وضع الذراعين خلف الركبتين وسحب الساقين لتصبح قريبة من الصدر. يمكنكم تني ساق واحدة وتني الأخرى تجاه الصدر. مدة التمرين 20 ثانية. التمرين الثالث، تمديد الركبة إلى الصدر، له تأثير على الجسم ولكن يستخدم وزنا جزئيا لإرخاء عضلات الفخذ. بيبدأ بالاستلقاء على الظهر، ثني إحدى الساقين، امساكها بالذراع وسحبها باتجاه الصدر. إذا وجدت صعوبة بالساق المستقيمة يمكن ثنيها. مدة التمرين 40 ثانية. التمرين الرابع، تمديد العضلة القطنية، أكبر عضلة في عضلات الفخذ المثنية، تنسيق حركة الفخذ والجذع، مثال عند ركوب الدراجة. بيبدأ بالوقوف بشكل مستقيم، تحريك إحدى الساقين إلى الأمام وثني الركبة مع الحفاظ على الساق الأخرى إلى الخلف، بقاء الجزء العلوي مستقيم لبضع ثواني وخفض إحدى الركبتين لتصبح قريبة من الأرض. حاول التنفس بهدوء ثم الثبات على وضعية دقيقة واحدة. التمرين الخامس، تمديد العمود الفقري، يساعد تحريك عضلات العمود الفقري إذا كنت تجلس وتقف بوضعية سيئة. بيبدأ بالاستلقاء على الظهر، مد الذراعين عموديا، ارفع أحد ساقيك بسحبها نحو الساق الأخرى وأدر رأسك ببطء عكس حركة الساق، أخذ النفس وأخراجه، الاسترخاء والشعور بالجسم. مدة التمرين دقيقة واحدة. التمرين السادس، تمديد العضلة الرباعية الرؤوس، يزيد الحيوية والطاقة ونشاط الدورة الدموية في منطقة الوركين والظهر. بيبدأ بالوقوف على أحد الساقين، الإمساك بالساق الأخرى بأحد الذراعين أو استخدام كلاهما. مدة التمرين دقيقة واحدة. وفي دراسات بتربط بين صحة الأسنان والإصابة بالتهاب المفاصل، للتفاصيل في التقرير. أكدت دراسة نرويجية أن عدم معالجة التهاب الأسنان والفم لها علاقة مباشرة بالتهاب المفاصل، وتساعد على زيادة نسبة الإصابة بالروماتيزم، فالبكتيريا الناجمة عنها تنتقل إلى المفاصل مباشرة عبر الدم. وبحسب اختبارات الدم والجينات الوراثية DNA، تبين أن التهاب الأسنان والفم يصدر كميات كبيرة من البكتيريا التي تمر بدورها عبر الشرايين والأوعية الدموية لتضاعف حالات الروماتيزم لدى المصابين. ووفقاً للباحثين، فإن مرضى التهاب المفاصل والفكين والأشخاص الذين لديهم فجوات في الأسنان يعانون من عدم الانتباه وضعف التركيز إزاء ما يدور حولهم. ولم تقف نتائج الدراسة على ذلك فقط، حيث أضافت أن البكتيريا تمر من خلال الأوعية الدموية إلى بقية أنحاء الجسم، ما يعني وصولها للمفاصل ولعضلات القلب وصماماته. مرحبا، هشاشة العظام من أكثر المشكلات العظمية الشائعة. لنعرف تفاصيل أكثر صار معنا الدكتور كنان سنان، اختصاصي بالجراحة العظمية. مرحبا دكتور، رمضان دكتورة. كريم علينا وعليك. أهلا فيك. وهلأ صار فيكم تتواصلوا معنا على الرقم الرباعي اللي عم يصير أسفل الشاشة، 9342. بداية دكتور، شو المقصود بهشاشة العظام؟
هشاشة العظام هو مفهوم كبير وللأمانة يحمل كثير من المغالطات بمجتمعنا. هشاشة العظام هي عبارة عن نحن خلينا نحكي بطبيعة الهيكل العظمي. البعض يعتقد أنه الهيكل العظمي هو صلب جماد جهاز لا يتجدد ولا يعني ممكن يصير عليه تنوع. فالأمر هذا الأمر خاطئ تماما. نحن رب العالمين خالق عنا شيء بنسميه خلايا بتاكل من العظم وبنفس الوقت بترسب على بتبني وبترسب الكلس على العظم، وبالتالي كل خلية تؤكل ترجع مكانها خلية تانية، وبالتالي الهيكل العظمي يتجدد كل 3 أشهر دون أن يشعر المريض الإنسان بهذا الأمر. فتخيلي أن أنت الهيكل العظمي كاملا من 3 أشهر غير هيكل العظمي هلا حاليا، فهذا شيء يعني ميزة ربانية فظيعة. المشكلة وين بالهشاشة؟ أنه بيختل هذا التوازن اللي بيكون، فبصير أكل أو نسميها هي الخلايا الآكلة للعظم أقوى من الخلايا البانية، وبالتالي بيصير يضعف الهيكل العظمي على حساب بنائه. هذا هو تعريف الهشاشة، خلينا نقول بالمصطلح العام اللطيف القريب من الناس حتى نقدر نفهم بشكل أكبر. تمام. طيب دكتور بأي عمر ببلش؟ للأمانة نحن عادة الدراسات الحديثة حسب جمعية جراحين العظام الأمريكية واللي أنا دائما برجع لها بهي الدراسات بتقول إنه يبدأ علاج أو الحفاظ على الهيكل العظمي بين العقد الثاني والثالث، يعني بال20 وال30. كل ما حافظ المريض أو الإنسان بشكل طبيعي على هيكله العظمي، كيف يعني حافظ؟ طبعا لما نحكي بشكل مفرد أكثر، عن طريق التوازن الغذائي، عن طريق التوازن الحركي الرياضي، ممارسة الرياضة المنتظمة اللطيفة بمجتمعنا، فهذا الشيء بيخليه حافظ عليه. طبعا بيبدأ التآكل أو الاهتراء عادة وبشكل شائع عند السيدات فوق سن 50، إلا إذا كان في حالة مرضية. بعض الحالات الغدية ممكن تأثر بشكل سلبي فبتكون الهشاشة يعني قبل. لكن أنا بحكي عن العوام، عن القاعدة مو عن الشذوذ. القاعدة بتقول أنه السيدات بانقطاع الدورة التنصية واختلاف الحالة الهرمونية وبالتالي قوة الآكلات العظم على حساب بانيات العظم، فبصير بعد انقطاع الدورة التنصية. أما الرجال لأعمار أكثر من هيك. تمام، هو هذا هو السبب، يعني النساء بعد سن 50 بسبب انقطاع الدورة. هذا أمر حتمي، يعني كل سيدة بس قطعت الدورة التنصية اختل حتى لو كان ممكن كان عندها مشاكل، مثلا ممكن تكون بعمر اصغر مثلا قطعت اكيد هلا انا اذا خضعت سيده، نحن عم نحكي عن قاعده، فنحن القاعده انقطاع الدوره التنصيه عاده بيكون بال50. هلا في سيدات بيكون جوازهم عم يدعوا عليهم وتقطعوا الدوره بال30 الحمد لله، فبس قطعت الدوره او مثلا غاب عنا التمص لسبب معين او مرضي، ممكن هو يبدا عاده نتيجه الخلل الهرموني عند السيدات. نحن الحمد لله كرجال ما عندنا شيء اسمه دوره تنصيه، الهرمونات بتحافظ على حالها، وبالتالي عادة بيكون بوقت أبعد وأكثر وأكبر عند الرجال من النساء. أكيد يمكن بزيد هذا الشيء عند النساء بسبب الحمل والولادة. طبيعي أكيد، يعني السيدة اليوم لما بصير تخضع على هو، شوفي هو توازن كمان. اليوم السيدات الغير ولودات بيخلص مخزون المبايض عنده باكر، وبالتالي تصاب بالهشاشة بشكل باكر. السيدات الولودات لا، بتأخر المخزون عنده أكثر نتيجة الحمل والولادة وانقطاع الدورة فترة. طبعا أطباء النسائية أدرى مني بهذا الموضوع، لكن بتتأخر دورة التنصية. فهو الأمانة يعني فضل من الله هو توازن عند السيدات. فلكن عادة الهرمونات تلعب دور سلبي بشكل شديد عند انقطاعها أو تأثرها، يعني لما نتيجة مرضية لا سمح الله أورام اللي فيها شغلات بتصيب، ممكن السيدات تعمل تأثير على الهرمونات فممكن تسبب انقطاع طمسي وبالتالي انعكاس على الهيكل العظمي بشكل أفكار. تمام. برجع بذكر أن الأرقام عم تظهر أسفل الشاشة للتواصل معنا مشان أي سؤال عظمي. طيب دكتور، شو أعراض هشاشة العظام؟ هلا للأمانة بعض السيدات تشتكي من مشكلة معينة بمفصل، وعادة ما المحيط، وهي هي المشكلة دائما انه سلفتك النتح مات بنتح ما يلا ركدي فورا انه معناته عندي هشاشة. لا طبعا الهشاشة ما لها اعراض صارخة الا طبعا اذا كانت هشاشة متقدمة. احيانا تشكو المرأة او السيدة، وخليني نركز على السيدة كونه هو المصاب بشكل اكبر السيدات، خليني مثل ما دائما نركز على القاعدة. بينزل بصير عندها نوع من انواع الآلام العظمية المعممة. شو يعني؟ يعني اليوم بتشكي أحيانا من رجليها، يوم بتشكي من إيديها، يوم بتشعر بتعب بوهن عام. أحيانا بعض السيدات بتشكي لا سمح الله بالكسور المتقدم شوي، من كسور يعني عفوا الهشاشة المتقدمة بتشكي من كسور، يعني بتقول لك أنا اليوم كنت عم برتكي مثلا على الطاولة طقت إيدي ما عملت شيء أنا، إيه هي بالهشاشة المتقدمة، أو لا سمح الله كسور المفاصل اللي بتصير نتيجة ردود خفيفة.
فعادة هو التعب، الإعياء، الوهن والآلام العظمية. طبعا ممكن يلعب دور كمان التشنجات العضلية نتيجة نقص العناصر المترافقة مع الكلس. الهشاشة عادة ملزمة دائما بمجتمعنا مع الكلس، هذا الأمر مو صحيح. اليوم تطور شوي على السوشيال ميديا، تطورت الناس صارت تلزمها مع الفيتامين د، كمان مو صحيح. في عناصر مهمة جدا، وأهم الفوسفور. يعني اليوم أنا دائما لما بطلب مثلا تحاليل، لا أطمن، وهي نقطة مهمة، أنه أنا بقرن الفوسفور عادة بتحاليلي. أحيانا في مثلا الكساح، وهو مرض خلل بيصير عند الأطفال، بيصيبهم بنوع من أنواع الأزيات العظمية، بيكون اعتماده الكلي هذا المرض على الفوسفور، عنصر الفوسفور. هلا نحن بمجتمع هذا الأمر مو شائع، وكان احنا كأطباء منوجه عادة انه هو يعني كتلة متكاملة، سواء من التحليل او مثلا من انه نحن بننتبه على الكلس، على فيتامين د، على الفوسفور، على البروتين. كيف ممكن نحصل على الفوسفور؟ نحن هلا انا دائما بصراحة الشكل الاشياء الفيك، طبعا في دوائي وفي غذائي، طبعا الغذائي اخصائيين تغذية ادرى منا، لكن نحن انا بوجه عادة للب البزر، دوار القمر او دوار الشمس، يعني هذا كتير غني بالفوسفور. طبعا والاطعمة السمكية البحرية، طبعا نحن ما بنحكي بحرية، نحن ما لا بنعرف البحرية ولا بنعرفه، نحن علبة طون بيمشي الحال. اي فكمان مشان ما نزعج المرضى بنقول له اخي علبة طون، علبة سردين ممكن تكون كافية. طبعا مشتقات البقوليات كمان غنية بالفوسفور، يعني ممكن يكون الغذاء وقاية وعلاج. تماما، نحن ها ليش نحن بنقول دائما 20 و30 يوم نحن النمط الغذائي الصحي. يعني تجيني بعض السيدات مثلا بال70، بشوف انا مثلا ستايلها، ستايل مو سيده سبعينيه، يعني ما شاء الله لا بيكون في وزن زايد، لا بيكون مثلا صحه الشعر العظم، ايوه تماما. فبنكون الغذاء تبعه، وهذا الاهم، يعني مثل ما بيقولوا العوام المعده بيت الداء. فنحن دائما كمان بنركز على موضوع الغذاء الصحي بالاضافه الى الممارسه الرياضيه اللطيفه. يعني اليوم المشي، يعني مو روح والله مسجل بنادي عم تحمل لي 6000 كيلو وجاي مكسوره ومعضله، لا مو هيك. نحن يعني انا جري، تمارين لطيفه، ممكن مشي بفترات منتظمه ولوقت منتظم، بيعطي دور كتير ايجابي، سواء ان شاء الله بالشفاء او الوقايه من هذا الموضوع. تمام، معنا اتصال. الو الو، اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا، يا هلا، تفضلي. كيفك دكتوره؟ اهلا فيكي. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب. تسلمي. معك رانيا من الشام. اهلا وسهلا، تفضلي. الله يسلمك. دكتور معك. مع الدكتور؟ اكيد. شكرا. الو. ايوه، مساء الخير دكتور. اهلا وسهلا مدام، رمضان تفضلي. كريم عليك. علينا وعليك. الله يسلمك. انا عندي بنتي عمرها 14 سنه تقريبا، صف ثاني. هلا رجلها دائما نازله لما بتمشي انه ما لها قوس، مع اني ما خليت دكتور، ما اخذته عليها، وصفوا لي يعني بواط انه عاليه، ساقه عالي، ولبستها وتمت سنين تلبسها لحتى الان ولساتها رجلها نازله. شو العلاج؟ طب هل في عمليه ناجحه برايك؟ هلا اذا بتلبس، عفوا دكتور، يعني كثير هي متضايقه من حالها، اي كلاشات يا حرام، اي شيء ما بقدر اشتري لها اياها ولا اي شيء، يعني على بواط دائما السائله عالي. إن شاء الله سلامت أول شيء. الله يسلمك. خلينا نحكي، هذا موضوع مهم جدا، منشوفه من تواتره. عادة الأحذية الطبيعية اللي عم تحكي عنها هي القدم المسطحة، هي إلى نوعين، القدم المسطحة المدام عم تحكي عن موضوع إما قدم مسطحة مرينة أو قدم مسطحة صلبة. القدم المسطحة المرينة بكلاهما يفشل الطفل عند الدعس بالحفاظ على قوس الرجل. طبعا القدم المسطحة الصلبة لها عمليات جراحية. القدم المسطح المرني ممكن يكون له عمليات جراحية طبعا، لكن لا ننصح فيها. ليش؟ لأنه نحن إذا الطفل بيشتكي من أعراض أو من آلام أثناء المشي، طبعا في عمليات جراحية مو لتحسين المنظر. يعني اليوم نحن تحسين المنظر هو أمر تجميلي، ما بحصله تماما نستمتع دكتور، ما بحصله بشكل كامل عن طريق الجراحات. ممكن نوصل لمرحلة أخذ منظر مقبول نوعا ما، لكن أنا كجراح بلجأ دائما للاحتياط الوظيفي. هذا الأمر بيتقدر عن طريق الفحص. يعني اليوم أنا في عندي مشاكل بانهدام بالقوس الأنسية، نلجأ للجراحة. عندي آلام، عندي شيء معيق الطفلة، ما عم تخليها تروح، ما تخليها تمشي، بتمشي لها شوي بالمدرسة، بتتعب، بتتضايق، فلا بنلجأ لموضوع الجراحة. طبعا في عمليات جراحية. ما سمعت؟ هي ما عندها آلام أبداً. ممتاز. معناتها أبداً. معناتها مدام أنا هلأ إذا بدي أكون واقعي، أنا هحكي كأب قبل ما أكون كجراح. الله يخليك. أنا ليش اتصلت فيك؟ كتير عم حاول كتير لأني أقدر أصلها. على عيني. بس أنت كبنت يعني تنصحني
وانصحني بعمليه لها. تمام. هلا انا حنحكي كاب قبل ما اكون كجراح، انا برفض اي اجراء عمل جراحي اذا مو مسبب الامر اشكاليات للطفل. طبعا. يعني اليوم انا ممكن نزحي الاوتار، ممكن اصلع عظام، ممكن نجنب العظام، ممكن نعمل تثبيت، في عده عمليات. اليوم انا اذا ما عم بشعر بمشكله الميه عند الطفل، فليش انا لحتى اروح اخطي بهذا العمر؟ طبعا. كان ممكن ابكر احكي بخطوات جراحيه توقيها، بس هلا بهذا العمر ليش لا؟ ليش لامشي بهذا الامر؟ طيب، في ممكن تكون في خطه علاجيه ناجحه؟ نعم. اذا بدي احكي عن المنظر، فالبوط الطبي هو العلم بيقول يعالج الجد والجده. طبعا. لا يعالج الطفل. يعني اليوم الست بتضل عم تشوف ليش عم تاخذ، ليش تاركتيها، ليش ما عم تلبسيها بواط، وبالتالي بتشوفها لابسه بوط، يا سلام مشيتها احسن، وبالتالي احنا بنرفض هذا الامر. ممكن نحن نفصل ضبانات، او في ضبانات جاهزة من سيليكون مشان يكون الدعس عند حفرة الرجل مريح بالنسبة طبعاً. للطفلة. ثانيا، إذا كانت القدم مسطحة مرنة وليست صلبة، تمرين المشي على رؤوس الأصابع، تمرين المشي على رؤوس الأصابع مهم جدا جدا لتحسين الرؤوس وتقوية العضلات، وبالتالي غياب أعراض ألمية بالمستقبل إن شاء الله ما تحيجنا لأي مشكلة تذكر. تمام، شكرا، إن شاء الله سلامتها يا رب. الله. معنا اتصال تاني. ألو، ألو، أوكي، فصل الاتصال. طيب دكتور، شو أسباب الهشاشة غير أنه حكينا أنه النساء انقطاع الدورة الدموية، شو في أسباب تانية حتى عند الرجال؟ اي تمام، عاده في اسباب مرضيه وخاصه اسباب الغديه. يعني اليوم انا لما يكون في عندي مشكله بالغدد واصابات الغدد ممكن تسبب بشكل سلبي على الهيكل العظمي، وبالتالي تسبب ضعف بالبانيات وضعف ببانيات العظم على حساب الهادمات. في مشاكل ثانيه هي مشاكل متعلقه بسوء الغذاء. يعني اليوم البعض، يعني مع احترامي لشريحه الناس النباتيين، انا هذا الامر برايي هو ما هو صحيح. يوم الغذاء لازم يكون متوازن، وخلق ليكون متوازن، وبالتالي بعض احيانا نتيجه سوء تغذيه بيضعف تضعف الحلقه الكامله. طبعا. يعني الموضوع ما هو بس كلس، لا هو في حلقه كامله مترابطه مع بعض البعض، اهمها البروتين، وهذا الشيء اللي انا دائما بعرج عليه بعد العمليات الجراحيه. اليوم نحن بنشتغل عمل جراحي، بينكسر المريض مثلا نتيجه اصابه، عملنا له مثلا تثبيت، بيجي بيقول لك والله ما بدك تعطيني كلس ليلحم. لا، الكلس ما هو عامل اساسي بالالتحام بقدر ما هو البروتين. هذا لا يعني انه ما بدنا كلس، مو هيك الامر. الجسم بيتوافر، وخاصه ببيئتنا او بمجتمعنا او نحن بمنطقه حوض البحر المتوسط، الابيض المتوسط، عندنا بيئه تحتوي على ماده كلسيه جيده، لكن مشكله بالبروتين. يعني اليوم انا لما ما بيكون عندي وارد بروتين اللي بيساوي جسور الاولى. طبعا. للالتحام، للهشاشه العظميه، ليقي من الهشاشه العظميه، هي الجسور الاولى تعتمد على البروتين. اليوم شو مثلا بكون عم بحكي المريض بعد العمل الجراحي بيقول لي والله يا دكتور يعني انا قدرت اجيب صدور الدجاج ولحمه. لا يا اخي، في بروتين نباتي مثل مثلا البقوليات، الحمص، الفول، العدس، ونحن اهل هالقصص. تمام. المثل الواضح بيقول لك، بيقول المثل اذا غاب الضاني عليك بالحمصاني. تماما 100%، وانا كجراح باكد وبركز على هي النقطه. النقطه الثانيه الاساسيه انه انا البروتين ممكن مو بس يكون نباتي، ممكن يكون مثلا مشتقات الحليب، مشتقات الاجبان الالبان او البيض، وبالتالي هذه الغذاء بيلعب دور عامل بالوقايه من موضوع الهشاشه اذا ما كانت لا سمح الله مرضيه تحتاج الى علاج. تمام. اما نحن الرجال، مش قبل ما اقطع، عاده ما بنصاب الحمد لله، لا بنعذب وامورنا منيحه ونسواننا ما بتدعي علينا، وبالتالي ليش لحتى ننصاب؟ عاده بعمر متاخر، يعني بيكون العمر له حقه على الهيكل العظمي. تمام. معنا اتصال. الو، الو، اهلا وسهلا، تعلي صوتك لو سمحتي. لو سمحتي بس اسال الدكتور سؤال. تفضلي بس علي صوتك لو سمحتي. هيك منيح؟ ايه. لو سمحتي بس بدي اسال سؤال. هلا انا وقت بوقف بصير عندي وجع بكعب الرجلين والمفصل تبع الرجل، واخذت زيوت مفاصل، فيتامين د وكلس وما استفدت. هذا الشيء له علاقه بالام الظهر مثلا؟ تمام. الالام اللي بيصير بالاقدام لها اسباب كثيره. هلا ممكن نتيجه عند الوقوف او عند الاستخدام المديد، ممكن تكون بعباره التهاب اللفاف الاخمصيه او اللي بنسميه العوام المهماس، ممكن لا تكون الام مفصليه، يعني ممكن لا سمح الله في اذيات مفصليه على حساب المفاصل، في امراض تصيب غضاريف المفاصل اللي بالكاحل او المفاصل الصغرى اللي بين الامشاط قد تسبب هذا الامر. احيانا اذيات الرباطيه، الاذيات الرباطيه نتيجه حركه خاطئه ممكن يصير في انقلاعات او تمزقات رباطيه بتعمل الام عند الوقوف او اثناء الحركه. وممكن يكون لا من الام
أسباب أسفل ألم أسفل الظهر. أحيانا التهابات الجذور العصبية بتمتد التهاباتها وآلامها إلى رؤوس الأصابع، فممكن تسبب مشاكل. أحيانا في أسباب خاصة بانضغاطات الأعصاب بمنطقة الكاحل، سميها التارسا تانا ساندروم. في يعني أسباب كتير كتير كبيرة. بعض المرضى هي نقطة مهمة، بيزعلوا باللي مثلا عم يجعني مثلا رجلي لما وقف، أو مثلا لما أكون قاعد عم يجعني رجلي، شو العلاج؟ ما بقدر أعرف شو العلاج لأنه ما أعرف شو السبب. يعني إحنا اليوم نفحص، بنعمل فحص سريري. القصة السريرية كمان للمريض أكيد مهمة. هي مهمة. القصة السريرية مهمة، الفحص مهم. أحيانا بيبين بالفحص، أحيانا ما بيبين، نلجأ لصورة شعاعية أو لتحليل، وأحيانا طول هيك ما بيمشي الحال. تمام. نعمل مثلا صورة رنين، وللأسف أحيانا نضطر حتى لإجراء جراحي تشخيصي. يعني مثلا احيانا بالركبه نعمل منظار ركبه لنعرف شو المشكله، يعني مثلا ما بتكون واضحه المشكله الا مثلا نفوت بالعين المجرده. لذلك للامانه يعني نحن عاده للاسف شايفه بيكون مثلا في مشكله التهابيه، بيروح المريض بياخذ كلسو فيتامين د من الزملاء الصيادلي، وللاسف هذا شيء مو صحيح، بيكون في مشكله التهابيه بدها علاج مشان ما تتطور. فلذلك نحن بننصح دائما باي الام مثل اي الام يكون في فحص عن طبيب، بيفحص بشيك وهو بيقدر يتوجه بشكل يقرر. تمام، معنا اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلا فيكي، بس تسمعينا من السماعة وتوطي صوت التلفزيون لو سمحتي. دكتور معنا سؤال. تفضلي بس سمعينا من السماعة لو سمحتي. دكتور انا عندي وجع بعظم الساق، واحيانا بيطلع لفوق عند الورك لتحت، وكثير يعني انا رحت على دكاتره وبيعطيني مرخي عضلي وبولترين وديكلوفلام، كله ما بيمشي الحال. هلا انا عندي حصيات بالمراره، يعني انا خايفه يكون من المراره، يعني انه كثير حصيات بالمراره عندي، يعني كثير اخذت مرخيات عضليه وما بيمشي الحال. كان معي مدام في الم باسفل الظهر، ايه هلا بس يكون في شغل كثير او مثلا شغل البيت كثير، ايه واحيانا على الوقوف يصير في حراره برجلي وتنميل. سلامتك ان شاء الله. المدام عم تحكي عن حاله شائعه جدا، وهي بنسميها الاعراض الجذريه القطنيه، تحدث عند السيدات نتيجه اما حمل وزن زائد او اذيه او رضه او حركه خاطئه، يعني بالمنزل دفش زيح من هالقصص، بتؤدي الى اما فتوق لا سمح الله بين الفقرات، او مثلا انزياحات غضروفيه، او لا سمح الله تضيقات. المهم بتاذي الاعصاب، مناب او مخارج الاعصاب بتكون باسفل الظهر، وبتنتشر الاعصاب، هي بتنتشر الى رؤوس الاصابع. فممكن المريضة إذا كان عنده أذية بأسفل الظهر نتيجة غضروفية أو فقرية أو ما إلى ذلك، ممكن يساوي أعراض تنتشر. يعني بعض المرضى مثل ما تفضلت المدام عم تشكي من ساقة، بيكون المشكلة مو بالساقة، العصب اللي واصل للساق اللي مشكلته بالظهر، فممكن تشعر بخدر، بتنميل، سياخ نار، كهرباء، حماوة، تشعر بتشنجات عضلية بالطرفين، تشعر آلام مفصلية، وأحيانا تشعر بتعب ووهن عام. يعني بصير في عندها إعياء، مثلا أنا كنت أمشي كتير، كنت أتحرك، هلا بنسميه شيء مثل العرج العصبي، إنه بيمشي شوي ما عاد بيقدر، أو بيشتغل شوي بس بده يرتاح. هذا الأمر عادة، ولا أعتقد إنه هو مشكلته من العمود الفقري، بنصح المدام بشكل كتير كبير إنه تعمل صورة شعاعية بالخطوة الأولى لأسفل الظهر، وتراجع إما طبيب جراحة عصبية أو طبيب جراحة عظمية، ممكن يشخص أكثر ويعالج بشكل أكبر. وبنصحها وبهي النقطة وبهذا المنبر، أنا دائما بركز على موضوع العلاج الفيزيائي. العلاج الفيزيائي هو علاج جدا مهم، وهو يكاد يكون يوازي عمل الجراح بكل نواحي عمله. فالأمانة زملائنا من المعالجين الفيزيائيين مهضوم حقهم بالبلد، فلذلك نحن منركز عليهم. لا نحن منلغي دورهم ولا نبلغي دورنا، وبالتالي هو أمر يعني موازي بعض. وبالتالي العمل بشكل مستمر على العلاج الفيزيائي لهيك حالات بتعطي نتائج كتير كبيرة، في حال كان مع بالتوازي مع أدوية التهاب لحتى نخص من القصة. تمام، معنا اتصال. ألو ألو، أهلا وسهلا، كيفك؟ أهلا فيكي. أنا بدي أسأل الدكتور، أنه أنا رحت على أكثر من دكتور وما صبت، ما استفدت شيء، يعني ركبي من الركبة وتحت، الركب ما بيوجعني بس من تحت الركبة لعند الأصابع، قالوا لي آخر شيء أنه معي يعني قصور بالأوعية الدموية. سلامة الله. شكايات النساء دائما، أول شيء بتلاحظي هلا كله اللي عم يتصلوا سيدة. تمام.
مدام طيب في خدران، في تنميل، في اعراض؟ ما في، بس مثل ضربات الكهرباء برجلي، يعني بس هيك بيجيني مثل الصياخ ضرب هيك مثل الطلق يعني بس برجلي. تمام. مبنى. سلامتك ان شاء الله. تشخص موضوع قصور الوعاء، يتشخص يعني نعمل ايكو دوبلير للطرفين من التصوير الدوبلر؟ ايه طلع انه في مشكله ولا سليم؟ قال لي ايه طلع قصور بال يعني بالاوعيه الدمويه، بس انا اخذت الدواء لي اسبوع وما عم في تحسن بالمره يعني. اكيد اسبوع ما بيتحسن. طيب شوفي مدام، هلا اذا في قصور وعائي ممكن يسبب بشكل او باخر الى ضعف الترويه الدمويه، وبالتالي ضعف الترويه الدمويه على الاعصاب والعضلات والعظام، وممكن يساوي هذا الامر. طبعا العلاجات الوعائيه هي علاجات طويله الامد، لانه اليوم نحن بدنا نزيد من وقال لي 3 شهور. ايوه تمام تمام، فاحنا بدنا نزيد من خد الدم بشكل متواصل لحتى ناخذ نتيجه. هلا انا بنصح انه اذا في مشكله وعائيه لازم تتعاون مع طبيب جراح الاوعيه لحتى نزيد من الترويه الدمويه لناخذ نتيجه. هلا ممكن ممكن على نفس النسق نحن ناخذ مجموعه من الفيتامينات اللي هي البي كومبلكس او مجموعه فيتامينات بي. هي مجموعه فيتامينات بي بتسرع من الشفاء، بتعطي نتائج مهمه جدا للاعصاب ولباقي الجسم. يعني بيشفى هذا المرض؟ ان شاء الله طبعا. هلا هو الكلمه الفصل لدكتور الاوعيه، انا جراح عظميه، فبس نحن بالتعاون او من كتر ما بنشوف هيك حالات فعاده هو بصير في شفاء عليه. ايه ان شاء الله تعالى. خذي مجموعه بي كومبلكس ومارسي رياضه لطيفه. انا مغنيسيوم وكالسيوم. ايه لا ما عم نحكي عن المغنيسيوم، احنا عم نحكي عن البي كومبلكس، يعني بي 1 وبي 6 وبي 12، بيزيد من قوه الاعصاب وبيعطيني ان شاء الله نتائج مهمه بالتوازي مع علاج المشكله الوعائيه. تمام. معنا اتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يعافيك. ممكن احكي مع الدكتور؟ اكيد تفضلي. انا عمري 65 سنه، العمر الطويل، معي سكر ومعي ضغط، وكتب لي الدكتور، رحت على الدكتور كتب لي دواء ضغط، بس عم يرفع لي الضغط كمان. يعني عم يطلع 17 بعد دواء الضغط مع الحبه هي ما بعرف شو اسمها اخرها. تمام تمام. ايه المهم الخضرة، العلبة الخضرة. أوكي. المهم أنا حاسة إنه من كتفي ونازل كتير كتير عم تجاني. أنا غير معي التهاب أعصاب يعني سكري، اعتلال عصب سكري، وعملت عملية أنا لظهري، عملية ديسك، هلأ بتني تاني وأنا ماشية حتى ببيتي، شغل بيتي يعني عم يتعبني. سلامة قلبك يا أمي. يعني أنا فهمت إنه في ألم بمفصل كتفك عم ينزل على إيدك. ايه حتى لوين؟ التاني بلشت الايد الثانية، كانت الشمال هلا اليمين. تمام. خدران وتنميل بالايدين بيصير؟ ايه والله. تمام. ايه والله. سلامة قلبك يا ماما، والله ما بنام منها. سلامة قلبك، الله يسلمك يخلي لي اياك يا رب. نحن عندنا مشكلة هذا بنسميه التهاب اعتلال الاعصاب السكرية، عادة نتيجة بيكون عند مرضى السكري نتيجة تخرب السكر بشكل غير كامل، وبالتالي ترسب على الأعصاب بشكل مبسط، بيعمل التهاب بالأعصاب. هذا الالتهاب عادة إما يكون نتيجة السكري أو مشاكل فقرية بحكم العمر من الرقبة. نفس الحكي اللي حكيناه على الظهر ممكن يكون من الرقبة، فبتنتشر هاي الأعصاب من الرقبة نزولا لرؤوس الأصابع، فممكن تساوي خدر، ممكن تساوي تنميل، ممكن تساوي مشاكل مفاصل، تشنجات بعضلات الإيدين، حماوة، خدران، وتعب ووهن عام. يعني السيدة بتقول لك أنا كنت أجلي مثلا 100 صحن، وقف ساعتين ساوي طبخة فرن بقدونس، اليوم أنا بشتغل لي شوي ما حد بقدر كمل. هلا بهذا النسق ان لازم تنعمل صوره شعاعيه للرقبه ليبين، ممكن الامر يحتاج الى علاج فيزيائي للرقبه، ممكن يحتاج الى علاج دوائي للرقبه، او يكون لا الحمد لله المنشا مو من الرقبه، منشا من الاعصاب السكريه، بالتخطيط الاعصاب ممكن يظهر الامر، بكفي عاده علاج دوائي بيعطي نتيجه. هلا دائما ضبط السكر بيلعب دور كثير مهم، والاهم من هيك انا بنصح بشكل شديد بالكمادات المي الدافئه، كمادات مي دافئه على الرقبه بتزيد من الترويه الدمويه، بتخفف التشنجات العضليه، بتخفف من هي الاعراض، وعاده بتحسن المريض. طبعا بحاجه الى علاج، الافضل تراجع طبيبه يا طبيب عصبيه يا طبيب الغذاء تنسق معه مشان موضوع السكر لحتى ناخذ نتيجه. تمام. معنا اتصال. الو. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. بدي احكي مع الدكتور. اكيد تفضلي. تفضلي الدكتور معك. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. اهلين مدام. انا عملت صورة كثافة عضوية دكتور. نعم نعم. طلع معي ترقص متوسط بالورك وشديد بالعمود القطني. نعم. و
وعملت فيتامين تحليل فيتامين د. تفضلي. طلع معي ناقص كمان. نعم. ايدي بيجعوني وصبيعي بيجعوني ورقبتي وكتافي، الله وكيلك ماني عرفانة شو بدي اعمل. سلامي تلبك ان شاء الله. الله يسلمك. طيب. عم بشرب فيتامين د 10,000 وعم بضرب ابر فيتامين ب 12. نعم. ايه وما ما عم بستفاد شيء، والي كمان باللفة كنت قالعة كم سنة بعيد عنك، ولسه لهلا الوجع بالعظم ما عم بعرف من شو. كانت شو من كم سنة؟ قلعت سن؟ عندي سنين مقلوعين. قلعت سن ايه. وبالعظم عم يوجعني لهلا، عم يوجعني ما عم بحسن ركب عليه. مكان القلع. ايه ما عم بعرف من شو، يعني من العظم من الاسنان الموجودة. تمام. طيب شو نتعالج مش هالموضوع الهشاشة؟ ما عم قلك عم بشرب كلس وفيتامين إيه. ماما نحن ايه تمام. اسمعيني اول شيء، اولا نحن علاج لا ما بيصير خلال اسابيع، يعني اليوم نحن الهشاشه تحتاج مثل ما خبرتي هلا كنت عم بحكي انه الهيكل العظمي بيتجدد كل 3 شهور، لذلك علاج الهشاشه بيكون طويل الامد عاده. هلا الفقره الاساسيه اذا عم تقولي لي بالعمود الفقري في هشاشه شديده، فلازم نحن ناخذ مثبتات الكلس. المثبتات الكلس هي الالدرونات، وهي مجموعة من الأدوية بتعادل شوي بين الهادمات والبانيات على حساب البانيات، وبالتالي بتعطي نتيجة. هي الحبة اللي بتتاخد كل يوم جمعة. هذا الأمر خطير، لا يؤخذ هيك اعتباطيا، لأنه لا سمح الله بيقول علم إذا في أخذ اعتباطي مثلا درجة الهشاشة مو برقم معين وأخذنا هي المواد ممكن تأثر سلبا على كسور العظم بعد سنوات. فلذلك أنا بنصح أنك أنت تراجعي طبيب عظمية يشوف صورة الهشاشة، يضبط موضوع الـ إذا في حاجة لمثبتات، لأنه فيتامين دال عادة غير كافي. وجرعة الكلس أمر مهم جدا، يعني نحن اليوم يفضل دائما أنه تكون جرعة الكلس هي جرعة 400، أكثر من هيك الأمعاء ما بتمتصها أو الجسم ما بيمتصها، وبالتالي يصير في طرح. فلذلك جرعات الكلس يعني تكون كل 12 ساعة بجرعة منخفضة أحسن من جرعة واحدة عالية. وطبعا بده في بحث، يعني الهشاشه ممكن بمجرد ما بلش الوايد الكسي يتحسن مع بعض ادويه الالتهاب يتحسن المريض، اذا ما عم تتحسن بيكون في اعراض ثانيه. فيما يخص موضوع قلع الاسنان ما هذا موضوع عند دكتور انا ما بقدر اقيم فيه، بس اعتقد شخصيا انه يكون مشكله رباطيه رضية او سنيه او رضيه، ما انا مشكله عظميه، لانه العظم عاده الا سمح الله اذا كان موضوع التهاب سنغجاف او هي الاعراض اللي ممكن تخلينا نخاف. هذا الامر بدك تشوفي بقى طبيب اسنان. احنا معنا. اهلا وسهلا دكتور. بدي أسألك شو مضاعفات إهمال موضوع هشاشة العظام؟ الأمر الأخطر هو الكسور، والأخطر من الكسور هي الكسور المفصلية. يعني اليوم عادة أي كسر عادة بيصيب المرضى السيدات الكبار، خاصة كسور الشعر اللي هو كسور عنق الفخذ أو كسور بين المدورين، وهي كسور تدعى بكسور الموت لدرجة إنه المريض عادة يعني ينجو من الحياة بعجوبة. اللي بيموت بينجو من الحياة بعزوبة، أما اللي بيضل لا يعني إجبالي الكسور بيعاني منه، وخاصة أنه ممكن تطلق خثرات، ممكن هو المريض مثلا انطرد نحطينا صفائح أو سياخ ما يمشي بشكل فوري، وبالتالي ممكن يفتح بدنه وتضعف حركته وإلى آخره. فالكسور هي الأمر الأخطر. الأخطر كمان اليوم بوضعنا على المريض بكتكلفته المادية، يعني اليوم أنا كسر مفصلي يعني تبديل مفصل يعني كلف مادية وتعب جراحي وإنهاك ونزوف ومتابعات لمدة أشهر لحتى يمشي الحال، وبالتالي عادة هذا الأمر الأخطر. ممكن يكون في تشوهات بالشكل العظم بالنهايات، يعني بأماكن المفاصل يصير في دوران بالطرف، يصير في خلل بالحركة، المريض لا عاد يقدر يمشي، وبالتالي هي الاختلاطات هي شائعة جدا لدى مرضى الهشاشة المصابين فيها، طبعا بالمراحل المتقدمة متقدمة. ما عم بحكي عن شغلات بسيطة. تمام. معنا اتصال. ألو. ألو. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا، تفضلي. ممكن أحكي مع الدكتور؟ أكيد دكتور معك، تفضلي. تفضلي. يعطيك العافية دكتور. أهلين مدام. لو سمحت دكتور، أنا بعاني من وجع بركبي، تمام، وخصوصي وقت بطلع الدرج، ووجع بنص الظهر يعني عند العمود الفقري بالمنطقة القطنية يمكن، تمام، وبيزيد الوجع أكثر بوجع ظهري وقت المشي. نعم تمام. القرفصاء مزعجة مدام بالنسبة للركب؟ تمام كتير، وفي طقطقة حتى بكتافي، بكل شيء عظم مثلا بجسمي بضل في طقطقة هيك بحس. سلامتك إن شاء الله. قديش العمر؟ عمري 42. العمر الطويل إن شاء الله.
نحن عم نحكي عن مشكلة دائما مشاكل الركبة، أي ألم بالركبة لا يؤخذ دائما على محمل الجد. السبب أنه أنا الركبة فيها العشرات من الأربطة، الكثير من الأوتار، فهن مفصلين ثلاثة مو مفصل واحد، يعني في أكثر من مفصل، في غضاريف عدة غضاريف، وبالتالي أي ألم ركبة قد يكون عندي تقريبا 50-60 احتمال أزية فيه. تمام. وبالتالي أنا ما بقدر شخص على مثلا عن بعد، حتى مثل ما حكيتها، لأنه نحن عادة بحتاج لفحص سريري. الأشياء عادة هي إصابة الغضروفية. تمام. نتيجة حركة خاطئة، بنسميها مثلا دوران مفاجئ بالمكان، القرفصاء، الرضة، بيؤدي إلى أزيات بالغضروف بنسميه الهلالي، أو هذا أنا بحكي للمرضى الكوشوك الموجودة بالمفصل، يعني مثل جلدة الغاز، سهل الشرح شوي لا يعرفوا أنه، فبصير فيها تمزقات. هاي التمزقات بتسبب آلام. عادة هاي التمزقات عادة وبالشكل الأكبر تشفى عادة دوائيا، وممكن تشفى عن طريق نرجع نقول العلاج الفيزيائي. بهي النقطة هاي كتير حابب أحكي أنه نحن نبتعد عن حقون المفصل بشكل كتير كبير. يعني اليوم للأسف أغلب الحقون لا تفيد المريض، وبالتالي نحن ما بنلجأ للحقن إلا بالحالات الشديدة القصوى، وتحديدا الكورتيزون. يعني اليوم عادة اللي بيسمح فيه العلم هو الكورتيزون، ولحد تاريخ اليوم العلم بيسمح بالكورتيزون، وبالتالي نحن بننصح فيه لحالات معينة، طبعا مو بالأعمار الصغيرة عم بحكي. فعادة بيفيد العلاج الدوائي لآلام الركبة والعلاج الفيزيائي. اليوم العلاج الفيزيائي بيروح لمكان كتير بعيد بهذا الأمر. بيقول العلم أنه 70% من آلام الركبة مجهولة السبب تشفى بالعلاج الفيزيائي. فبالتالي اليوم أنا لازم أعطي المعالج حقه بإعطاء العلاج للمريض. هلأ ما دام كمان عم نفوت بموضوع الألم الظهر، معناته أنا في شيء مرتكز أو متوازي. ممكن يكون سبب ألم أسفل الظهر، ألم حركة خاطئة، التهاب عصب، تشنج عضلي إلى آخره، لكن هو الأمر يحتاج إلى علاج. أنا بنصح السيدة أنه تخضع لعلاج من دون أي صورة شعاعية. أول شيء بيتم فحص المفصل بشكل جيد، بيتم فحص الظهر بشكل جيد، بناخد كورسات علاجية. في حال الشفاء يا سلام، في حال ما تحسنها ممكن نلجأ للصور، ممكن نروح للمعالجة الفيزيائية نعطي نتيجة إن شاء الله تامة. تمام. معنا اتصال. ألو. لا هو بيحكي مع الزلمة. ألو. ألو. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل. بدي أسأل الدكتور والله. تفضل. تفضل. عندي التهاب بلفافة العضد الوحشي عند الكوع. لحد عند دكاترة كتير وما لا ما عم استفاد منه شيء. أنا عفوا ما فهمت، شو الألم اللي عندك؟ عند المرفق تبع الإيد. نعم. التهاب لفافة العضد الوحشي. اتركني من التشخيص. الألم بالكوع من الناحية الخارجية؟ ايه من الناحية الخارجية. تمام. في حركات بتعملها ممكن تسبب ألم؟ دوران الساعد مثلا؟ ايوه ايه. تمام. سلامة قلبك. أول شيء هذا هو اتصال من ذكر، يعني حتوصل فيك التوصي غير شكل إن شاء الله. ما بعرف إذا الأمر صحيح أو دقيق، ونحن عم نحكي عادة عن مرفق التنس. مرفق التنس هو التهاب منشأ الأوتار اللي بتوصل للأصابع. هذا الالتهاب بيصيب عادة الرجال، نحن بيصيبنا بشكل أكبر، والنساء للأمانة يعني مش عم أكذب، نتيجة الأعمال اليدوية المجهدة، سواء إذا كان في عمل إجهاد يدوي أو السيدات ربات المنازل، فبتلتهب كتلة العضلات الموجودة. هلأ عادة إذا التهابات بسيطة تشفى عن طريق الأدوية بشكل كامل. تمام. وبيطيب تماما. أحيانا ما بيمشي حالنا، نطلع مع شوية معالجة فيزيائية بناخد نتيجة. البعض بيكون شوي هيك مثلا، خاصة إحنا رجال عندنا شغل ما في مجال نروح ونجي ونضيع وقت، فممكن نلجأ لحقن إبر الكورتيزون. إبر الكورتيزون ممكن تكون عادة شافية. أحيانا بيفشل كل هاي الخطط، نضطر نعمل عمل جراحي، نصاص من نضر الحافة الالتهابية الموجودة بمنشأ الأوتار، يشفى المريض عليها بشكل كامل 100%. فأنا بنصح كتير أنه يراجع طبيب، يلف كوعه برباط، يدهنه، ياخد أدوية التهاب. في حال الفشل ممكن بقى نروح باتجاه المعالجة الفيزيائية أو حقن إبر الكورتيزون. تمام. معنا اتصال. ألو. ألو. ألو ألو. أهلا وسهلا. ممكن أحكي مع الدكتور؟ أكيد، تفضلي. يلا تفضلي دكتور. معك. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا مريضة، معي ديسك، معي ثلاث سوكة بظهري. نعم. معي فتق لبي. نعم. وهلأ ركبي كثير متأزية، ما عم بحسن لا أنخ عليهم ولا شيء، ولا أركع بالمرة. تمام. قديش العمر مدام؟ 50.
في دورة ولا قطعت الدورة؟ لا في بس بتتأخر كل شهرين أحياناً أو هيك يعني بتتأخر تمام. شوي تمام. شوفي مدام ممكن يكون ألم الركبة مرتبط بألم الظهر وممكن يكون معزول تماماً. نحن اليوم الخربطة الهرمونية ممكن تسبب التهابات مفصلية تنكسية من الدرجات الأولى، وبالتالي علاجها باكر الأمر مفيد جداً. بنصح بشكل شديد حتى لموضوع الألم أسفل الظهر بالعلاج الفيزيائي برقم واحد والعلاج الدوائي. يعني اليوم أنا للسيدات إذا كان في تمزقات غضروفية بركبتها أو مثلاً تنكسات بالبداية بنصحها بعدم القرفصاء، وخاصة إذا السيدة كانت مضطرة مثلا ترفص فنحن نقول لا يفضل عدم وضعية القرفصاء أو قعدة الأرض لحتى حافظ على مفاصل الركبة، بالإضافة إلى علاج فيزيائي. العلاج الفيزيائي هو أمر لطيف، هو يعتمد على مجموعة من الحركات، يعتمد على التمسيد، يعتمد على تقوية العضلات بشكل مختلف، عدة أشكال مختلفة بالنسبة للمعالج الفيزيائي ممكن يعطيني نتيجة، بس إنه نأهمل الأمر هذا أمر خطير جدا، وخاصة الركبة وخاصة بهذا العمر 50 اللي بلشت الدورة تلعب، وبالتالي ممكن لا سمح الله يوصلني لتبديل مفصل بالمستقبل. لذلك إذا لحقنا حالنا باكر ما أمكن ممكن نوصل لبر الأمان. بنصحها تتوجه لطبيب عظمية يشخص الأمر، يعطيه أدوية ومعه معالج فيزيائي لحتى نتخلص من القصة، ويفضل أنه طبيب عظمية ينسق خطة العلاج الفيزيائي مع المعالج. دكتور أخذي أنا 10 أبر تبعيت الغضروف على أساس أنه غضروف بس ما اي تمام. شوفي مدام اي مرممات اليوم العلم واضح وصريح بحسب جمعيه جراحين العظام الامريكيه منع بيقول كان يقول نتركومندد يعني ما انه موصى به، هلا اليوم قال راح ابعد انه لا ما انه جيد. لذلك اي ادويه للغضروف كمرممات حكم الفشل وعم تزيد الوزن، عم تعمل مشاكل كلويه، وبالتالي نحن اليوم بحسب تطور العلم منع هذا الامر. لا فانا بفضل ادويه التهاب تعطي نتيجه افضل بدون مرممات بدون ما يزداد الوزن، وبالتالي مشكله على الظهر وعلى الركب، وبالتالي مع عدم التحسن. ما لا تفضل ادويه المرممات اطلاقا سيدتي الكريمه. تمام. معنا اخر اتصال لليوم. الو. هلا الله يعافيك، تفضلي. في مجال دكتور بعد اذنك؟ اكيد تفضلي دكتور. معك يعطيك العافيه دكتور. اهلين مدام. هلا دكتور، في الوالده عندنا مريضه سرطوي. نعم. بتاخذ مستروكسات. نعم. طلب لها دكتور المفاصل صوره كثافه عظميه، دكتور بتصنع عاملينها مرتين ما يبين، عاد الدكتور شك مصداقيه الكثافه. شو ما يبين؟ ما فهمت. ما بين الكثافه اذا عندها هشاشه ولا لا، شك كم مصداقيه الصوره. طيب. هلا تاخذ هي سنين ماك عيار 75 مره بالاسبوع، طبعا ما بفي بالاضافه لادويه الكلس والفيتامين د. نعم. هلا بس عندها بالفقره الظهريه 12 عندها كسر فيها، دائما بتعاني منها وبصير بدي اتنفس منها ودائما بتشعر مثل كسر نار. نعم. عاد من فتره ضف لها ابر رميه كاسيك. نعم. عاد شو تنصحنا انت بوضعها بما انها مريضة رسوية وعم تعاني من هالشيء؟ سلامة قلبها. اول شيء المشكلة الرسوية هلا ما نحن يعني تؤثر على المفاصل بشكل عام وخاصة الصغرى، لا علاقة لها بشكل مباشر بموضوع الهشاشة. ما فهمت كيف انه ما بينت صوره هشاشه، مو صحيح. يعني اليوم نحن بنعمل صوره كثافه عظميه بتظهر لي انه هي انا عندي مشكله هشاشيه تحتاج الى علاج ولا لا. هلا في عندها انهدام او كسر بالفقره، كمان هذا امر يرجح اذا كان من دون رض او من دون حادث سير معناته انا في عندي انهدام ممكن يكون انكسر نتيجه الهشاشه، فهي بتحتاج الى علاج. العلاج برجع باكد على موضوع المثبت، موضوع المثبت ما بنقدر نقرره بدون موضوع صوره الكثافه. هلا ممكن يكون روماتيدي وما عنده هشاشه، طبعا ما يعني هذا مرض وهذا مرض، ممكن في اتصال لكن ما انه مثبت بشكل كامل انه انا مريض الروماتيد او الروماتيزم مصاب بالهشاشه قطعا، لا هذا مرض وهذا مرض. تمام. فلذلك يعني يفضل انه تنقرى صور الكثافه بشكل صحيح. اذا كان في نقص متوسط ممكن الكلس وفيتامين د يعطي نتيجه، اذا كان شديد لازم ناخذ نحن مثبتات. اما موضوع الكسر انهدام الفقره فهو عم يساوي اعراض عصبيه. كمان بنصح بالعلاج الفيزيائي إذا كان التحام الفقرة تام وما عاد عندي مشاكل جاوزت المرحلة الحادة، أو ممكن لا سمح الله مشدات أو تراجع جراح عصبية، ممكن هو يكون له خيار تاني، ممكن لا سمح الله جراحي هو أدرى بالموضوع. طبعا. طيب دكتور لنطمن النساء شوي أكثر، هل حتما كل امرأة بعد سن 50 أو كل امرأة بعد انقطاع الدورة حيصير معها هشاشة عظام؟ هلأ
بحكمية أنه كل مرأة رح تنقطع دورتها معناتها حكماً حيتأثر الهيكل العظمي بعد انقطاع الدورة التنصية. اليوم التأثر يختلف من سيدة لسيدة، يعني اليوم أنا سيدة بتهتم بمثل ما حكينا بموضوع الغذاء، بموضوع الحركة، بموضوع الوزن. يعني اليوم نحن الوزن ما بدنا نعاجز السيدة فيه. يعني كثير بيجوني سيدات بتقولي مثلاً بلا سلامتك بتعرفي شو مشكلتك، خفف وزنك بعدين ارجع عندي. لا طبعاً، يعني أنا ما بدي عاجز أنا روح خفف وزني، كنت أنا خففت وزني كجراح قبل ما أقول للمريض يعني كطبيب. فلذلك لا، مو صح هذا الكلام. تنظيم الوزن بيلعب دور بشكل كتير كبير، لأنه بيخفف الضغط على الهيكل العظمي وبالتالي بيخفف من احتياجات الكلسية. فلذلك التنوع الغذائي وممارسة الرياضة وهو الأمر الضروري. والنقطة الثالثة المهمة هي مراجعة الطبيب عند أي شكوى. يعني اليوم أنا ما بلجأ للمحيط كعلاج. يعني اليوم عفوا احيانا بيقول لك انه والله زياره الدكاتره صارت مكلفه، اوكي مشافي الدوله دائما هي مشافي مجهزه وللامانه عم تعطي كامل الخدمات. اليوم انا فيني اروح ما كونه مشكله بسيطه، الم مثلا موجود بعالجه بالبدايه مشان ما تتطور الحكايه، ولا سمح الله ياثر المفصل او الهشاشه بالبدايه تتعالج مشان ما تتطور لا سمح الله وتروح ابعد من هيك باتجاه الكسور لا قدر الله. تمام. حكينا قبل شوي كمان دكتور عن الحقن بالمفاصل او بالركبه او بغيره. عم نسمع عن حقن البلازما، شو هو؟ يعني تعملي لي مشكله بهذا الموضوع. لاني انا شخصيا يعني في ناس والله عم يستفادوا، يعني عم نسمع شوفي في شيء دكتوره يعني. في شيء دكتوره اسمه نحن بالمجتمع الطبي الدواء الغفل او الغفل اللي هو البلاسيبو، يعني الدواء اللي اثره النفسي اقوى من اثره الجسدي. تمام. يعني اليوم اول شيء خلينا نكون علميين، علميين اليوم بحسب خلينا نحكي عن مفصل ركبه يكون هو امر شائع. اليوم جمعيه جراحين العظام الامريكيه وهي الجمعيه الاقوى عالميا وهي الجمعيه ذات الموثوقيه العلميه اكثر، بتروح لاربع درجات من التهابات المفاصل، هي الاربع درجات الى اربع علاجات ما ذكرت فيهم نهائيا حقول البلازما بحسب الاب تو ديت الجديد او الابديت للمعلومات او بمواقع الاب تو ديت الجديد. تمام. انه نحن انا ما عندي توثيق لموضوع حقن البلازما، فاليوم انا اروح اطلب من المريض اني احقنه بلازما بدون ما اكون ضمنان النتيجه هي مشكله. وبالتالي انا اليوم لما بكون مثبت، انا بحكي عن يعني عني شخصيا كجراح، انا لما بكون العلم مثبت اللي بمشي فيه بكون انا واضح وصريح. اما اليوم انا احقن المريض حقنه بلازما بمراحل، للاسف المشكله انه هي يعني ما عادت أخذت حقها. اليوم أنا لما بروح بحقن كل المريض اللي يفوت لعندي بدي أحقنه بلازما لحتى أخفف، أو مثلا والله بيقول لك إبرة بلازما بتوقيك من عمل جراحي تبديل مفصل، هذا الكلام يعني هذا الكلام هي مبالغة شوي صراحة. تمام. طيب المراحل الأولى يلي بيستفيد المريض عليها الحقن بالبلازما بيقول لك العلم بيقول لك أنت ممكن إبوبروفين أو شوية معالجة فيزيائية أو فيزيوثيرابي أو رياضة بسيطة تعطي النتيجة. طيب أنا شخصيا إذا أنا ممكن شوية مشي أو إجراء بسيط يعطيني نتيجة، ليش لا أحقن حالي بتكاليف؟ يعني اليوم عم نحكي عن تكاليف، وبالتالي الحقون هي حقون عادة مرفوضة. العلم واضح وصريح، العلم بيقول بالمراحل الأولى من التهابات المفصلية التنكسية بفيد الأدوية الالتهاب، المراحل الثانية بفيد المعالجة الفيزيائية بشكل كتير كبير، المراحل الثالثة لهلا العلم بيسمح بموضوع حقن الكورتيزون، والمراحل الرابعة هي تبديل المفصل. إذا نفى العلم حقن إبر الزيت حاليا ونفاهن تماما، ما لهم عم يشجع على موضوع البلازما. يعني اليوم ممكن دراسة من هون ودراسة من هنيك غير مثبتة غير مثقلة، مو طب مسند بالدليل، وهذا الأمر المهم ما فينا نحكي فيه. تمام. فإذا أكون منهجي وموضعي ما دام مو طب مسند بالدليل ما فينا نقول أوكي. تمام. تعطينا دكتور هيك نصيحة أخيرة؟ أول شيء دائما بقول للأمانة السيدة ما بتفنى إلا بالمطبخ، فلذلك يا أما بدها تخفف من المطبخ وهذا الأمر مستحيل، يا أما الزلمة بيساعدها. هلا مو معناتها إذا بحكي النصيحة ممكن تنزل علي، هذا شيء مختلف تاني، فأنا بحكي علم. فلذلك للأمانة تخفيف من الأعباء المنزلية أمر مهم جدا جدا جدا، لأنه عم يستهلك السيدة. الرياضة اللطيفة، المشي اليومي بيعطي نتيجة كتير فعالة، التنوع الغذائي النباتي الحيواني، وهذا أمر مهم جدا. والأهم أنه أنا أما يكون في شكوى مزعجة واضحة استمرت أكثر من يوم، مرضية ألمية بأي مفصل، براجع طبيبي أو براجع طبيب يفحصني يشخص لحتى يعالج الأمر من دون ما تتطور الحكاية. وإن شاء الله سلامة قلب السيدات كونهم كانوا أكثر من المشاهدات. والله يسلم إيديك ويعطيك العافية. الله يسلمك ويعطيك العافية دكتور، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. خليلي ياكي، رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليك يا رب.
صلنا لختام حلقتنا وهلأ صار وقت النصيحة اليومية. كلنا بنعرف أن النساء معرضين لمرض هشاشة العظام أكثر من الرجال، هو مرض صامت بدون أعراض، بس ممكن يكون أهم دليل على وجوده هو حركة الأسنان. لهيك إذا لاحظتي هذا العرض لا تترددي بالالتزام بالمعالجات اللازمة حتى لا تؤدي لضعف في عظام الفك وبالتالي فقدان الأسنان. أما هلأ بتكون حلقتنا خلصت، لاقونا بكرة بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضلوا بخير، رمضان كريم.